يعني دير العمل باش درت يصعب على الجماعه انها تدبرها، سواء بالموارد البشريه ديالها، سواء واحد العدد ديال الامور، يعني من الصعوبه بمكان. فواحد الوقت انه اذا تعطاو للجمعيات، كنقول الجمعيات فيها حتى الانديه الرياضيه والجمعيات الرياضيه، يعني جوج. هذه العمليه هذه من شانها انها تنشط الملاعب القرب، ومن شانها انها تحافظ على ملاعب القرب، لان ملي كتعطي الواحد كتقول له انت مسؤول عليه، حيت كاين حنا عندنا في المجتمع، يعني كاين واحد الفرق بين حاجه دايرها الدوله، منطق ان الانسان واحد العدد، كنشوفوا واحد العدد من المنشات كيتم التخريب ديالها، وكيتم بينما تعطى اللي كينشطوا فيه، اللي كيشتغلوا فيه، كنظن غادي يكون حرص اكبر. غير انا هنا يعني الاتفاقيه كيف ما اقترحوا الاخوان في اللجنه، الاتفاقيه وحدها لا تكفي. من الضروره بمكان خص يدار اطار التحملات، اللي هو اللي خص يكون يعني كيحدد واحد العدد من الامور، واحد العدد من المعايير، واحد العدد من يعني من كذلك حتى من الشروط، اللي خاصها توفر واحد في الجمعيات، باش على الاقل، لان العدد ديال الجمعيات اكبر بكثير من الملاعب القرب اللي كاينه في المدينه. خصنا اول حاجه كيف ما شافوا الاخوان دار واحد العمليه ديال داروا لي كريتير ديال هذه الجمعيات، دار واحد الاطار التحملات، واللي في نفس الوقت كيحدد حتى ملاعب القرب اللي الجماعه مستعده انها تسلمها، وكاين ملاعب القرب اللي ما واجداش، يمكن حتى يتسلم في اطار نوع اخر من الشراكات، في اطار الاعداد ديالها. بالتالي الاتفاقيه بالنسبه لي مهمه، ولكن غنمشي مع المقترح ديال اللجنه التاجيل ديالها، يعني حتى نديروا الافطار، يعني نوجدوا الافطار التحملات والملاعب ديال القرب. شكرا سي راهي.